نحتفظ به. هذه الفرخه ديال الوالد الله يرحمه. ها انت باك انت عندو بعض الطريق، هذه خدامه مزاره خدامه. صور دابا عندنا الكترونيك ولا شي بتيت بوس، هذا الساروت سكروم فانت ومي تجي حل الحانوت كلشي عندك بالك. هذا مصنوع في باب السلسله. هنا هذه اشياء غريبه كانت عندنا هي باش نشدو باب الدار. هذه تاعك ولا الساقطه ولا قطه، هذه هضرت عليها ماشي مره ماشي جوج، ها هما كاينين ما دبرهمش ما بقاوش يبانو. هاد الساقطه ولا قطه تشوفها في البيبان داك الجي مقبوطه. هادو الزكارم شوف هادي عاود سي اكسترا هادو، ها تتشد بيهم وتدخل بيهم. دابا هادشي ها ها هادي مازال خدامه. ها ذكروا علاش غنمشي نشري داك الشيء؟ هادي التراث اللي ما جي من 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 عند فين؟ من ليمور من اسبانيا، عندهم 500 عام. كان كل واحد هاجر يهودي ولا مسلم، اللي خرجوا تكشبيله تكلي ولا ما قتلوني ما حيوني ديك الكاس اللي عطاوني هذيك الغنيه لي جون كي ايتي دفعوهم من سيدي. دخلوا للمغرب كان اللي استقر فين؟ في تطوان، كان اللي استقر في فاس، كان اللي استقر في العلوف في الرباط. وهذوك جابوا بالحضاره ديالهم، الحضاره ديالهم فيها الزليج فيها النقش فيها كل شيء، وفيها في كل باب باب كاين تنعيط لها انا شخصيا لا فوكش دو ساتون. شنو هي لا فوكش دو ساتون؟ هي واحد الرمحه في الوسط هي بحال هذه، ومن هنا ومن هنا جد عقارب، واللي جد حلوشه من الداخل هادو ما كاينش عندهم الحلوشه، وهذيك عندها الحلوشه والعقارب. لا فوكش دو ساتون باش اللي يدخل لهذاك الدار شي العين داك الوقت تيقوم بهادشي هذا. و فوالا تو بو هادشي هذا خصني نخليه هنا ونزيد، هاني مازال تنزيدو حنا ماشي وقفنا هنا. كل مرة تنصبر شي حاجة تتهم التاريخ ديال المغرب من الأول ديالو حتى الثاني. أنا هدرتكم على المد وعلى الصار، هانتوما شتيو عندي تنجمعها باش الناس تستافد منها الأخرى. وهاد الشكارات كاين نعطيكم اليقين بأن ديال اليهود كاين منو، اليهود اللي كانوا عايشين في فاس لا هادو عندهم شكارات وحدين منهم كان نجم عندهم. ولا شي نعمل بهم تندير بهم تريات، غادي يمكن نهز هنا بالسلسله من هنا ومن هنا وندير بوله ديال الضو وتجيني ترياتها على تركه غتشوفها في الباب، تندير وحده فوق وحده فوق وحده. حبيت يكون عندك الجنان، حبيت يكون عندك الجرده، حبيت نكون قدامك ونقول لك انا غزاله، انا تريه، لا لا التريه ديال البلاد ديال الدار. هذه حتى هي غادي نصنعوا منها تريات. هانتوما شوفوا هاد الشيء هذا الفرق، والدليل هو هذا. هانتوما شوفوا شنو قدامكم، ها هو ذاك الفنان ديالي اللي تاعك اللي تيحاول يدير وحده فوق وحده، وغادي يدير هنا 13 وست ديال الضو، وغادي يجي تريات على ذاك هنا لحد. روكاردي سيدي، شوف هاد البينات كيف تسقيه، شوف هاد لاطوندريس ديال الزواقة اللي تتمشي دايما. هاد لاغوزاس دايما تنشوفوها في المغرب، فيها عند الزلاجي عند القباس عند المول الخشب، دايما تتشوف هاد لاغوزاس فيها هاد السينات هادو. وهضرت عليها ماشي مرة ماشي جوج. شو هاد الباب هادي ما عندها ثمن، هادي غادي تنزلها تبقى تعشقها. كتيشي إلا كان عندك شي شريجل عاش ما ديرش معاك. أو لا حبيتي تمشي عاود أجي داخل روح أنا وياكم. شوفوا هاد النقش عاود كيف مصور، وغتشوفوا عند بداك الباب ديال الخشب اللي صورت وغنتذكروا عليه. شوفوا هاد النقش هذا، هادي مكناسية، هاد النقش هذا ديال هاد الطبلة هادي مكناسية، خديتها من المكناس بالآلات باش كانوا تيخدموا سيادنا القدام اللي وجدوا هاد التحف. ها هو مقبلتكم، ها مازال هنا خصو يتبقى هاد المتحف، لأنه خصو يجيولو الناس يشوفوا هادشي باش كانوا سيادنا القدام تيخدموا تيصوموا هاد التحف. الوغ اللي حبيت نوريكم هو الغنيمة اللي جيت اللي جبرت هادي. يالله شهر الغنيمة هي واحد جوج ثلاثة البيبان، خصو الترميم ديالهم. هاد البيبان فيهم 4 المترو بالخوخة ديالهم، كاع الترام بالخوخة ديالهم.
غادي نرموهم وغادي نعوطوهم وغادي نحرقوهم. هادي تحفه من التحف، ما خصهاش تضيع. الديور ديال فاس تهدموا ثلثين ديال المدينه، وهذاك الشيء اللي فيهم كله تسيب. هادو تعيطوا الشماشيات، كل واحد تعيطوا له شي، تعيطوا داك السميه ديال البنات كيف تعيطوا لها شي سميه بستين، تبدا تسميهم على شي بنيته تسميهم هاد السميه هادي. هادي في عند جبرها، ها هما هادو كان تيكونوا، حنا غادي نمشيو لذاك الباب، تيكونوا في السقف ديال الباب هادي. هادي شفنا كنت تصبن انا ويا انا الوالده معاها، ملي كنت صغير كانت عندي 8 9 سنين، تتعيط لي حكيمه اجي تصبن معايا، تنبقاو نصبنو ملي تنفضي تتقول لي الكادو اللي غنعطيك غتعوم فيها. ملي تيكون عندك 8 سنين واخا تعوم في واحد الكلته ديال المكان تعجبك الحال وغادي عمري ما ننسى هاد الذكريات. ملي مشات هاد الشفنه انا شفتها خليتها عندي ما نكذبش عليكم، وتتمنى وليداتي يحتفظوا بها. جات الفراكه، الناس نساو الفراكه، جات هاد المصيبه ديال لي بيوندغي ابسيما. ملي تتفضي شو تاخذ؟ ملي تخرج الحوايج تحددهم. داك الوقت الحداده ما تبقاوش تخبقوا، الحداده كانت تعمروها باش بالفاخر و تيشدها. هاي هي ها الشدابه ديالها، هاي هو الفاخر تيزد هنا. يلا ارى ما يعاودوا عليك، تصلح مع راسك، هزك شي شويه تاعي بالقلم ويجلس يحك يضحك. وهادشي اللي كان واقع، الو الا ما كانش عندك الفلوس بزاف تديلها فوق النفخ بلا فخر وتتحدد. وعاجت الحضاره، ولكن انا ما بقي ماشي هادشي تنديرو. علاش؟ لانه اشياء هادو مشاو عند الله. نيماجين تبقى تضحك شي ماجي من انجلترا وشي ماجي من فرنسا وشي ماجي من اسبانيا وشي مصنع في المغرب، هادو الحدادات. وكاين عندي تبارك الله كاين الخير والبركه وكيزي. وقت الذبيحه تنذبحو في عيد اضحى، وداك الجلده ها هي ديك القصه ديالها. تناخذو منها الصوفه تنعملوها باش هادي سميتها عادات اللي خصني نقيدو السميات ديالهم. انا مازال ما كملت المتحف، فوقاش غادي نكملو؟ عندكم خبر عمر ما غادي يكمل. كلنا تتبدل، كلنا تتزاد شي حويجه، وهذا هو البدا ديال المتحف. تدوز ندوز معاه واحد الوقت تنتشوا عليه وتنحبوا، بعد ما تنسى الاسماء ولا بدا خصني نقيدهم. غادي نقيدهم ان شاء الله. هذه القصه ديال الصوفه، الصوفه انتم عارفينها كلها كلكم، تنصوبوا منها الزرابي، تنصوبوا منها الخراقي، الخرق ديال جلالك، تنصوبوا منها الكباب، تنصوبوا عدد الحوايج. وملي تقدمنا في المغرب بدينا تنطحنوها هاد الالات، طحن كفته ولا طحن فلفله ولا طحن مطيشه ولا طحن قلوب، غنقول لك. وهاد هاد هاد الالات هادي شوف تبارك الله، اللوز اللوز كلشي مازال دابا كاين الناس اللي تيستعملوهم. تمشي للسواق مازال تجبر شي الناس يستعملوهم. شحال عليهم الوقت. ها هي هذه الكبيره، والوغ اللي عجوبه هي انه كان مصوبه في حتى في الصين. هنا عندي كان اللي فيها ميد ان شاينا. شوف هذه الكبيره ومازال فيها في العباد. هذه قصه من القصص. دابا غندخلوا واحد القصه عاود تعجبكم. كويف تاكل لك النحاس، كاين النحاس الصفر والنحاس الاحمر. ها انتم غادي تشوفوه هنا، النحاس الاصفر والنحاس الاحمر. ها النحاس الاحمر، ها هو قبلتكم. وهذا النحاس الاصفر، شنو الفرق بيناتهم؟ عادة الناس ما تديوش الغاية. هذا سيدي كويف كويف، وهذا سيدي كويف افيك دو زانك الزنك مخلط. ها هو الناس يفتخروا عند هذا النحاس، هذاك النحاس مخلط بالزنك، وهذاك الكويف غادي مخو بطريقو. الو الحوايج اللي مصوبين هنا ما غاديش نعدهم لكم. شوف هذا الوقت اللي خصنا باش نوريكم هادشي المتحف. اجيو مرحبا بكم تشوفوه، ماشي تاكل لكم. شنو هذا؟ مهراز. المهراز شنو معناتو؟ شنو معناتو؟ لوم اي لا فام. هذا هادي ما جا مع هاد الفراعنة، هذا هي لوم اي لا فام. والمهراز تيصلح لافريقيا باش يدقوا به الطحين، يدقوا به. شوف تبارك الله شحال مهارز،
والمهارز ماشي هي الهراز، المهارز كان يلبسو بالنحاس، كان يلبسو بالالومنيوم، كان يلبسو بالخشب، ومازال إلى يومنا هذا من تتمشي للحسيمة، تمكن تاخذ شي مهرز بحال هذا المهرز، هذا خديتو من الحسيمة، والله ما كذبت عليكم، هذا خديتو من الحسيمة، وكان المهارز اللي قدام اللي تعقلوا على هذا النمل، الخشب، هذا عاد غادي نخدموه الخشب مضروب بالنحاس. باش المرأة تجلس صوب القفة ديالها، ولكن هذا مزيان غير تيمكن له إدخال مواد ديال الزعفران هذه هنا وتيلصق في حاجة أخرى. هذا اللي تشوفوا هاد أشياء غريبة، هادو هنا عود، هانتوما هادو اللي ما تيعرفش غادي خصو يشوفهم، هادي وهادي 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 فين غتجبرهم؟ هادو ديال البارود ديال الفانتازيا، ملي تيمشي بنادم يمشي يضرب البارود خصو يحمر البارود ديالو في هادو، هادي ديال الجمال تيديروها ملي تيكون كبير على الجمال، هادي ديال العودان، هادي ديال العودان، يا ما نهضروش على هذا ديال القصص هنا غريبة، أنا نعطيكم هي قصة ديال هي الزمان. ولكن هذا ما تنساوش بزاف د الحوايج هنا غادي قبلنا ساعتين ثلاثة ساعات. أيام زمان كانت الناس إذا تحموا في ديورهم ولا تيمشيو للحمام البلدي، ملي تدخل المرا تحمم تيخصها ولا بدا هذيك الخدامة ديالها تغسل لها ظهرها، ألوغ تغسل أنت وجودك عندك سطولة باش تغسل في الحمام، شوفوها كما قلتلكم بالنحاس هما مختلفا النوع والحجم، شوف هذيك التالية باش مضروبة بلا بورسلين، هذي تنعقل على الأفلام ديال عهد لي كوبوي وداك الشيء، تتكون لو كوبوي جالس فوقها وهادي ولادو تهاج، شوف فين ماشية حتى وصلت لسطر الحمام اللي تنعقل على الوالدة الله يرحمها، تدير فيها شوية ديال الليمون التشينات ودير الفويطة ديالها ودي داك التشينات في داك السطيين ولا عاد تستنى خور ولا تستنى خور، هذه كلها فلسفه ديال الحياه، اللي يحب يفهمها يجي لهنا يشوفها. ها باش كنا تنضويو، ما كناش عندنا الالكتريسيتي وعندنا هذا الشيء، تنضويو بالشماع وكل واحد تيفتخر بالحسكه ديالو، وهاد الحسكات مصوبين بواحد النمط بواحد الشكل فنان، حتى فنان فيهم، وملي تيكون راش قالو تيدير جوج الحسكات، هذا السمال تاعيطو له السمال في الدلوق ديالنا. كان الراجل تيجمع فليسات ما تيمشيش للبنكة، ما كاين بنكة، تيمشي يشري النحاس، ومن تيتزلط تيمشي يخرج يبيع النحاس. ألوغ إلا حبيتي تعاود تشوف هنا قصة غريبة، ماشي أنا ما غادي قصة غريبة ديال باش كنا تنضويو باش مشينا للمدرسة ومشينا نقراو، هنا هادو لي لونت أوين، هادي خدمت فيها حتى شبع، هادي ديال الطران. كلشي في الشماع كلشي بالبترول، والدنيا ماشية بخير وعلى خير، ها هما ديك الجزاز ديالهم ما تهرسوش هادوك، خليتهم من الفوق بلا يتهرسو لنا، شوفوا هذاك لي لونف أويل كلهم بالبترول خدامين، وتتجلس في الدار وتجي محجوبة ومباركة ومبيليكا، وتيجي يشعل لك داك الفتيلة وانت جالس مع راسك. قبيلات غادي ينزلو في الجبدة، هادو قبيلات هانتوما شوف باش مصوبين بالزليج البلدي. والحديد اما شي طاجين ديال الدجاج محمر اما شي شوا ولا اللي حبيتي، وهذا الطيفور ما بقاش يدور بزاف حرام، هذا الطيفور اخو التطواني، هذا التطواني القاع ديالو مصوب بالنحاس ما مصوبش بالخشب بحال هنا ها هو، وفيه حتى الدرابو ماروكان، هذا التطواني. راه الا حبيتي ولا حبيتي تشوفوا الاناقه والحضاره ديال المغرب، وهذه القطاره هذه نسيتيوها تنظر، ما بقاش تخدم لأن فيها النحاس، ولكن سي فولا دي إيتامي غادي يمكنك تخدم بها. وهنا شوفوا هاد المعجزة ديال الكاسرونات ديال لو كبيف، هادي من الأشياء ديال اللي ملي تدخل شي دار تشوف واش عندو صفات هكذا تقول تبارك الله. هاتي فتح لي الله، شو هاد النقش فوق الخشب، هو هاد النقش يكون في السقف، هادي التلية في الوسط، هادي عاود نقش اخر، ها هو قبيلتكم، هادشي غزال، شو هاد الشراجم، هادشي عاد جا للمتحف
وعاد غادي نطلعوا وعاد غادي نصوبوا وغادي نعملوا هادشي هادشي كله تنقول لكم مرحبا بكم. هادي هاي ديالها حدا فين خدي هادي من جبناها؟ واد اللو. وهادي من جبناها؟ أكادير. هادي من جبناها؟ هذا عطاهم لي بلا فلوس نايم من الصويرة كنا تنسوق مشيت لعندهم صوبت واحد الفيديو الحوت تما تيشهي الحوت وجبت هذا عند خذ بشحال قال لي خذهم ها هما دابا قبطوا بلاصتهم هادو اجي تشوف واحد عيط لي مولاهم والله ما كنت عليك اجا صوفيا هادو منين جبناهم بالي من بالي سادير أو ماليزي هادو فين تليناهم كاين تما لي كليناه فنيدق وكاين لي كليناه مارسيل مارسيل إي فنيدق ألوغ هادو فيت لا كوليكسيون دو تات شوز لي بيير عاود سي لا ميم شوز. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.